مع بداية العام الدراسي كلنا نبي الأفضل حق عيالنا، وصدقوني ما في أحسن من الطاقة الطبيعية اللي تيجي من أجود المكونات. اليوم بعرفكم على كنوز الطبيعة لكل أم تدور الصحة والطاقة لعيالها. ليش تختارين عرض سدرة؟ شوفي الفوائد بكل قطرة. عن التلبينة إنها غنية بالبروتينات والفيتامينات، ونصيحة رسولنا الكريم تدعم الصحة النفسية والقلب. تقدرون تحلونها بأي نوع عسل، سواء خلطة سدرة أو عسل الزعفران. خلطة سدرة عبارة عن عسل السدر الصافي الطبيعي مع غذاء الملكات والبروبوليس السائل ونبتة الجينسينج عشان يمدكم بالطاقة والحيوية طول. عسل الزعفران غير انه طعمه لذيذ يمدكم بالطاقة ويزيد التركيز والحيوية، وهذا الشيء اللي نحتاجه حق عيالنا، وغير كذي يحسن من جودة النوم. شوفوا بس شلون من هالمكونات سويت وجبة جدا مفيدة تعجب الصغار والكبار وبدقائق وما تاخذ منكم وقت. والتلبينة تنفع حق وجبة الريوق لج ولعيالك، وتقدرين تسوينها سويت صحي. وطبعا عسل سدرة تقدرون تستخدمونه بوصفات وايد. والحين مع عرض سدرة كل هالمجموعة ب 16 دينار بدال 29 دينار، والتوصيل مجاني. يعني صحتكم وصحة عيالكم بأفضل سعر وأفضل جودة. طلبوا الحين عشان لا يطفكم العرض.